بسم الله. نشوف النهاردة ان شاء الله ازاي اعمل كاليندر على الفيزيو بول نيو، وبعد كده اختار كاليندر او اعمل سيرش عن التمبليت اللي اسمه كاليندر. بيقول لي انت عايز اني واحدة قياس، بقول له المتريك، ببدأ اقول له مثلا انا عايز اعمل كاليندر بالشكل دوت، فبيقول لي انت عايز لان شهر بالظبط سنة كام، هيبدأ الاسبوع بتاعك بيبدأ بايه. احنا عندنا الأسبوع بيبدأ بالسبت. عايز تعمل شيد للويك إند ولا اللغة بتاعتك ايه، زي ما انت عايز تبدأ تختار، وبيبدأ يظهر لك بالشكل دوت. تقدر بعد كده تعمل انت بقى ايه، خلينا نعمل صفحة جديدة، ممكن تعمل واحدة تانية للأسبوع، تقدر تعمل حاجة لأكتر من أسبوع. بالشكل دوت تقدر تحدد يوم معين مثلا، حاجة مهمة بالنسبة لك. تقدر تحط بقى انت نوتس زي ما انت عايز في اي حاجة انت عايزها، حاجة امبورت، حاجة وقت معين عايز تظبطه. تقدر تحط مثلا فاكيشن في اليوم دوت، ان اليوم ده اجازة، في مايلستون بالنسبة لك، حاجة مهمة في اليوم دوت، حاجة كيك اوف، هنبدأ حاجة، تو دو، قايمة كده ليست. طيب الليست ديت تقدر تكتب عليها اللي انت عايزه في اليوم ده، مثلا مفروض ان انت هتروح تلعب تنس مثلا او حاجة زي كده، وتقدر تعمل تعديل او تقدر تعمل امبورت من الاوتلوك لو في تواريخ مهمة بالنسبة لك في اليوم دوت. ممكن تروح بقى للفيو برزنتيشن مود، تبدأ بقى تشوفهم صفحة صفحة. دي الصفحة الأولى، تمام. تقدر تنقل على الصفحة التانية، نخلي الأسهم، بالشكل دوت.